مع حلول الذكرى السعيدة ليوم النهضة المباركة، تلقى حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه مزيدا من برقيات التهنئة بهذه المناسبة الخالدة من عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومن كبار المسؤولين الدوليين. وزارة التربية والتعليم تعلن نتائج التنقلات الخارجية لأعضاء الهيئة التدريسية للعام الدراسي 2017-2018. تأثرت أسعار النفط العالمية بتراجع احتمال إقرار المزيد من التخفيضات لدعم السوق، وانخفض سعر نفط عمان بواقع $1.71 ليبلغ $46.53 للبرميل. افتتح بمركز عمان الدولي للمعارض بولاية صحار معرض الفن رسالة السلام بمشاركة 50 فنانا، وضم أكثر من 100 عمل فني. حقق لاعب منتخبنا الوطني لذوي الإعاقة محمد المشايخي فضية منافسات دفع الجلة في أول إنجاز عماني في بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الإعاقة التي أقيمت بالقرية الأولمبية بمدينة لندن.